ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله أشهد أن محمد رسول الله فقد كل إن شاء الله. أنت تخيل أنا إلي بجوز سنة ما دخلتش الأقصى، إلي أكثر من سنة، لانه التصاريح حتى من بعد الحرب هذه ما فيش لا تصريح حتى العادي. انا كان معي تصريح اللي هو كبار السن، وكان ايام الجمعه الواحد يقدر يروح فيها، لكن من بعد الحرب هذه ما فيش نهائي. يعني هي بتتحملش خمس دقائق بس اخذت معنا اكثر من ثلاث اربع ساعة لانه ما بيمركوا كثير بسرعه، عم بياخروا الناس كثير وبرجعوا ناس كثير واقل العدد في صلاه ايام الطوائف وغير ذلك من كليات.